Differential equation الأولى. Differential equation الأولى رح نأخذها بدلالة heating element. هلا لو رسمت أنا heating element هون إيش عم بيجي للheating element؟ جي كيو مظبوط. إيش عماله بخسر؟ عم بخسر كمان عم بخسر كيو إذا بدكم بسموها الكيو اللي رايحة لل فلويد. فأي جسم إذا كانه هذا مش مساوي لهذا إيش رح يصير فيه؟ إذا كمية الحرارة اللي بوصلها مش مساوي لكمية الحرارة اللي بخسرها إيش رح يصير في درجة حرارته؟ رح تتغير مش هيك؟ فإذا كان Q أكبر من QF معناها النت عماله بيحصل على إنرجي، شو رح تصير درجة حرارته؟ رح ترتفع، وإذا كانت Q هون أقل من QF معناها درجة حرارته رح تنخفض. خلينا نطلع أول شيء نشوف Q نفسها معطاء لي، وعلى فكرة Q هاي نفسها هاي رح تصير عبارة عن input للسيستم. احتمال كبير هذا يكون واحد من manipulated variables مش هيك؟ واضح. By common sense إنه Q of T Q as a function of time رح يكون هو الفاريبل اللي بتحكم فيه بالسيستم. فبصير إذا بدي أرفع درجة حرارة الفلويد برفع QT وإذا بدي أنزله بنزل QT. فما رح نشتغل بQ أكثر من هيك، خلص رح تضلها على شكل Q. Q اللي بخسرها على إيش بتعتمد؟ Q الفلو اللي هون رح يكون تمام، إذا تعتمد على الثيرمال كوندكتنس. إذا Q من الهيتينج إيليمنت اللي رايحة للفلويد بدها تساوي، بدها تتناسب طبعا مع الثيرمال كوندكتنس هون، بدها تتناسب مع H E A E مظبوط. هاي ايش وحدتها؟ واتس بير كلفن. اذا بس بدي اضربها بايش؟ بالاريا. لا مضروبه بالاريا جاهزه، بس بالفرق بدرجه الحراره. قديش الفرق بدرجه الحراره؟ اللي هو تي اي ماينس تي، وباخذ تي اي ماينس تي عشان اعتبر انه تي اي اعلى من تي. وإذا فرضت إنه تي اي أعلى من تي رح يكون الفلو بالاتجاه اللي أنا فرضته، اللي هو من الهيتنج إليمنت ل تي، إذا هذه رح نضربها بتي اي ماينس تي. والوحدات صحيحة لأنه هاي وحدتها لازم تكون واتس أو جولز بير سكند، هذه وحدتها واتس بير كلفن لأنه أوريدي إحنا ضاربينها بالأريا. كانت أصلاً وحدتها اتش اي اللي هي واتس بير كلفن بير سكوير متر، ضربناها بسكوير متر اللي هي اي اي اعطتني واتس بير كلفن، ضربناها بكلفن واتس اعطتني واتس. اذا وحده هاي وحده هاي صحيحه من هون. هذا الجزء الاول. هلا الجزء الثاني لما اجي اقول هلا كيو ماينس اتش اي 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 في تي اي ماينس تي بده يصير في تغير بدرجه حراره الاليمنت مظبوط. هذا كانه كاباستر الان. اذا كانت هذه بوزيتيف ايش راح يصير بدرجه الحراره؟ بدها ترتفع. فهاي بدها تساوي هاي عندي هون ام اي سي اي مظبوط. ام اي سي اي اللي هي specific heat of the element. بس هذا بايش لازم اضربه؟ اضربه temperature. قديش كمية الهيت كمية الجولز اللي مخزنة في مادة بالنسبة للريفرنس temperature؟ لو عندي مادة، لو جبت مادة معينة قطعة معينة من مادة قلت كم جول مخزن فيها ايش تعتمد؟ درجة حرارتها و specific heat of the element. هلا هذه راح تكون T element. هلا ممكن احط الريفرنس، انا راح اشتق بعدين، فالريفرنس في ريفرنس معين الي مظبوط. اذا بدي اكون دقيق بشغلي ما بصير اقول TE، بدها تكون TE بالنسبة ل certain reference. بس اذا هذا الريفرنس كونتنت لما اشتقه شو راح يصير؟ اذا بدكم حطوا هون ريفرنس، في ريفرنس معين راح نشتغل عليه من هون. هلا الوحدات المفروض تكون صحيحة مظبوط، ايش بتصير عندي الوحدات هون؟ نعم هلا هون عفوا عندي هاي، هلا هاي بدها تصير مشتقتها مش هيك مظبوط؟ لأنه هذه ريت اوف فلو جولز بير سكند مظبوط؟ فشو لازم تكون هاي؟ أو بدكم تضرب هذه في زمن، إذا بتضرب هاي في زمن بتعطيك الحرارة مظبوط؟ إذا ضربت هذا الزمن ضربته هون بتصير هاي جولز بير سكند، مضروبة في سكند بتصير جولز، وهاي بتصير جولز، بس أنا اشتقيتها، الاشتقاق هون ايش راح يتخلص؟ من التي ريفرنس. نحط هاي المعادلة بشكل مختلف، بتصير عندي دي على دي تي ام اي سي اي تي اي، لأنه اعتبرنا مشتقة هذه هون زيرو، تساوي كيو ماينس اتش اي اي تي ماينس تي.
إذن هذه بتعطينا المعادلة الأولى اللي هي M E C E T E Q minus H E A E T E minus T. طبعاً هون عندي M E و C E. نريد إحنا الماس تبعت الألمنت ما بتتغير والسبيسيفيك هيت كاباسيتي تبعت الألمنت ما بتتغير فبتصيرها مشتقة ل T element. فبتصير هذه عندي M E C E T E dot. طبعا احنا حتى لو اخذنا الاول في مشتق الثاني والثاني في مشتق الاول مش هيك نفس الشيء لانه ام اي سي اي كونستنت بتصير هذه بتساوي كيو ماينس اتش اي 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 ماينس هاي اول معادله